السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في سكشن 4.2، السكشن الثاني من لكتشر 4. هنكمل كلامنا عن الـ variables والـ data types in C. ففي سكشن 4.2 هنتكلم عن الـ scanf function، إزاي بنقرأ value من الـ standard input اللي هو الكيبورد، إزاي بن save الـ value ده في واحد من الـ variables اللي احنا اتكلمنا عليها في سكشن 4.1. هنتكلم عن الـ printf function، ازاي بنطبع values. اوكي، احنا خدنا في lecture 3 ازاي ممكن نطبع string، هنتكلم النهارده ازاي ممكن نطبع values من variables معينه. علشان نعمل الكلام ده سواء بالـ scanf او بالـ printf محتاجين حاجه اسمها conversion specifiers او format specifiers، فهنتكلم عليها. وهنتكلم على البيزك اوبريشنز في السي، هنتكلم تحديدا على الاساينمنت ستيتمنت او الاساينمنت اوبريتور، وهنتكلم على البيزك اريثماتيك اوبريتورز. اوكي، احنا ما زلنا في لكتشر 4، خامس لكتشر من كورس ان انتدكشن تو كمبيوتر ساينس. اوكي، ودي التوبكس اللي هتبقى كفرد في سكشن 4.2. طيب، فتكمله للاكزامبل اللي احنا ابتديناه في سكشن 4.1، فاحنا بنحاول نكتب بروجرام. البروجرام ده بيحول الطول او اللينث given by the user اللي انت خدته من اليوزر in feet بالقدم للequivalent length او الطول المساوي ليه in centimeters. اوكي، وكلمنا ازاي ان احنا بنعرف variables، يعني ايه variables، ايه الداتا تايبس المختلفه للvariables، الرولز اللي احنا اللي بتحكم تسميتنا للvariables. اوكي، اللي بيحصل تحديدا لما بنعرف فاريبل في الرام اللي بيتسجل جوه الفاريبل ده. اوكي، كل ده كان كفرد في سكشن 4.1. اوكي، هنكمل كلامنا عن الفاريبل ديكلاريشنز. ف دلوقتي لو انت بتعرف اكتر من فاريبل من نفس النوع ممكن تحط التعريف بتاعك في سطر واحد زي ما انا عامل هنا. فانا هنا عرفت تو فاريبلز اللي هم length underscore centimeter و length underscore feet، الاثنين من النوع float. اوكي، فعرفت تو فاريبلز في نفس الستيتمنت، ماشي، اللي بتنتهي بسيمي كولون. خلاص، ممكن طبعا كنا نفصلهم في تو ستيتمنتس. اكزامبل مثلا زي هنا، انا هنا عرفت تو انتجرز اكس واي بس في تو ديفرنت ستيتمنتس، فانت اكس سيمي كولون انت واي سيمي كولون. اوكي، او ممكن تجمعهم لان هما الاثنين انتجرز فممكن تحطهم في ستيتمنت واحده، انت اكس كوما واي سيمي كولون. فكده معناها انه اكس واي ما بينهم كوما، خلاص الاثنين تو ديستينكت فاريبلز او تو فاريبلز غير بعض من النوع انتجر. اوكي، طبعا ممكن تعرف 20 فاليو في نفس الستيتمنت، 20 فاريبل في نفس الستيتمنت، مفيش مشكله. اوكي، بتفصل ما بين كل واحد والتاني بكوما، وفي الاخر خالص بتحط السيمي كولون اللي بتنهي الستيتمنت بتاعتك، طبعا جيفن ان كلهم من نفس النوع. خلاص، لو الفاريبلز بتاعتك من انواع مختلفه زي الاكزامبل ده مثلا، دبل اي فاي من النوع دبل، وفلوت بي فبي من النوع فلوت، فما ينفعش انك تحطهم في ستيتمنت واحده، فبنقول دبل اي سيمي كولون، بعد كده بنقول فلوت بي سيمي كولون. اوكي، ف لو عندك اكتر من فاريبل من نفس النوع ممكن تحطهم في ستيتمنت واحده او ممكن تفصلهم على اكتر من ستيتمنت، الاثنين صح. طيب، بعد ما عرفنا الفاريبلز بتاعتنا عايزين نقرا فاليو نحطها في واحد من الفاريبلز دي. فانا دلوقتي عايز ابدا اعمل انبوت من اليوزر، ماشي، فانت عندك الميموري زي ما اتكلمنا في سكشن 4.1 وعندك تو فاريبلز، خلاص، اللي عرفناهم مكانين في الميموري في الرام، خلاص، واحد اسمه لينث اندرسكور فيت، لينث اندرسكور سنتيمتر، الاثنين بيشيلوا فلوت. دلوقتي انا عايز اقرا قيمه اللي هو اللينث ان فيت، الطول بالقدم من اليوزر، واحطه في المكان بتاعه في الميموري. علشان نعمل الكلام ده بنستخدم فانكشن اسمها سكان اف. اوكي، سكان اف بتقرا من الستاندرد انبوت اللي هو الكيبورد، برنت اف بتطبع زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات على الستاندرد اوتبوت اللي هو المونيتور. اوكي، فالستاندرد اوتبوت الاوتبوت الرئيسي بتاعي، ماشي، فاحنا عندنا الستاندرد اوتبوت، الاوتبوت الستاندرد او الرئيسي هو المونيتور السكرين، ماشي، والستاندرد انبوت، ستاندرد خلاص انبوت هو الكيبورد، ده اللي انا باخد منه الانبوت بتاعي، ماشي. علشان استخدم اي فانكشن ريليتد طبعا في السي ريليتد بالستاندرد اوتبوت او الستاندرد انبوت بنستخدم ستاندرد خلاص انبوت
output dot h اللي هي سوري خلاص خلاص ستاندرد انبوت اوتبوت اتش اللي هي فين ستاندرد انبوت اوتبوت اتش. اوكي ده اللي فيه ده الهيدر فايل دوت اتش زي ما قلت لكم قبل كده هيدر خلاص ده اللي فيه كل الفانكشنز الريليتد بالستاندرد انبوت اوتبوت اللي هو المونيتور والكيبورد ماشي الى جانب طبعا حاجه ثانيه خلاص. فسكان اف هي الفانكشن اللي بنقرا منها من الكيبورد. طيب سكان اف بتاخد ايه؟ يعني ايه البارامترز بتاعتها؟ حاجتين اوكي. اول حاجه ما بين دبل كوتس يعني على شكل سترينج بنحط حاجه اسمها الفورمات سبيسيفاير او ساعات بنسميها الفورمات كنترول سترينج ماشي. فالفورمات سبيسيفاير اللي هو برسنتج اف ده بيحدد الكيبورد هيقرا الداتا او سوري البروجرام هيقرا الداتا ازاي ماشي. فمثلا انت ممكن على الكيبورد بتاعك تكتب فور اكزامبل 2. طيب ال 2 دي هقراها ازاي؟ هقراها 2 as an integer ولا هقراها 2 as a float او double ولا هقراها 2 as a character ولا هقراها 2 as a string ماشي. ده اللي اليوزر كتبه وداس انتر انا هقراها ازاي؟ اوكي فده اللي الفورمات سبيسيفاير بيحدده. فبرسنتج اف معناها فلوت اوكي بتتكتب ما بين دبل كوتيشنز ودي اول حاجه الفانكشنز كان اف بتاخدها. بعد كده بعمل كوما اوكي وبكتب اسم الفاريبل اللي هقرا فيه وبحط قبليه علامه الامبرساند اللي هي الاند اوكي دي بنسميها الادريس اوبريتور ماشي. دي هشرحها دلوقتي حالا خلاص. ف سكان اف فانكشن بتاخد ثلاث حاجات خلاص الفورمات كنترول سترينج خلاص او الفورمات سبيسيفاير زي ما ساعات بنسميه ماشي. بعدين اسم الفاريبل اللي انت هتقرا فيه اللي هو ده اللي انت عايز تحط فيه القيمه اللي انت بتقراها من اليوزر اوكي. وقبلها بنحط الادرس اوبريتور اللي هي علامه الاند دي بنسميه الادرس اوبريتور ساعات بيسموها الادرس اوف اوبريتور ماشي اللي هي علامه الاند او اللي هي بنسميها الامبرساند ماشي. طيب برسنتج اف زي ما قلت لكم خلاص بتستخدم في السكان اف وبتستخدم برضه في البرنت اف زي ما هوريكم كمان شويه. بنسميها كونفرجن سبيسيفاير بنسميها فورمات سبيسيفاير خلاص فورمات كنترول سترينج خلاص زي ما كنت كاتب لكم هنا فورمات كنترول سترينج دي كلها نفس السينونيمز كلهم مرادفات ماشي. بتحدد سكان اف هتقرا الفاليو على انه على انها ايه بالظبط هتتعامل معاها لان هي ايه بالظبط. طيب ايه الكونفرجن سبيسيفايرز او الفورمات سبيسيفايرز اللي موجود عندنا؟ طبعا موجود عدد ضخم جدا في السي اوكي لكن دول دي الفورمات سبيسيفايرز للبيزك داتا تايبس اللي احنا خدناها لحد دلوقتي. فبرسنتج سي معناها كاركترز اوكي لو بتقرا كاركتر. برسنتج اف لو بتقرا او بتطبع فلوت. برسنتج سي برضه لو بتقرا او بتطبع كاركتر. برسنتج ال اف لو بتقرا او بتطبع دبل. برسنتج دي لو بتقرا او بتطبع انتجر. برسنتج ال اي لو بتقرا او بتطبع لونج. برسنتج اس لو بتقرا او بتطبع سترينج اوكي. وعلى الرغم انه السي ما فيهاش داتا تايب سترينج متعرف بشكل صريح زي سي بلس بلس الا انه الفورمات سبيسيفاير بتاع السترينج موجود يعني تقدر تقرا وتكتب تقدر تقرا وتطبع سترينج باستخدام الفورمات سبيسيفاير اللي هو برسنتج اس على الرغم انه الداتا تايب سترينج صراحه مش موجود ماشي. فهي بتقول الفورمات سبيسيفاير بيقول لنا الداتا اللي نقراها ونخزنها ونطبعها نوعها ايه بالظبط. وطبعا زي ما انتم شايفين دايما بتبدا بايه بالبرسنتج ساين اوكي وبعد كده حرف او اكتر ماشي زي ما انتم شايفين خلاص. بدا بنسميه كونفرجن سبيسيفاير فورمات سبيسيفاير فورمات كنترول سترينج اوكي. وده زي ما انتم شايفين اول حاجه الفانكشنز كان اف بتاخدها وبرده بنستخدمها في البرنت اف فانكشن زي ما هشرح لكم كمان شويه. طيب تاني حاجه الفاريبل اللي احنا هنقرا فيه المكان في الميموري اهو اللي احنا هنقرا فيه اللي هو length underscore feet وقبلها علامه الاند اللي هي بنسميها ampersand اوكي. وفي الحاله دي هو ايه دوره او بيعمل ايه وظيفته؟ هو address operator. طيب يعني ايه address operator؟ اوكي دلوقتي احنا اتكلمنا على ان احنا عندنا اماكن في الميموري خلاص في الرام اللي احنا بنحجزها. الاماكن دي زي ما قلت لكم اقل حاجه فيها بايت يعني مش بالبيتس اقل حاجه بايت وممكن تبقى اكتر من كده. طيب واحنا زي ما قلت لكم بندي للاماكن دي اسم اللي هو اسم الفاريبل. ف
فانت مثلا حجزت مكان في الميموري اسمه لينث اندر سكور سنتيمتر او لينث اندر سكور فيت او واي، وبتحط فيه قيمه معينه. بس زي ما قلت لكم الاسماء دي ماشي اسماء يعني مؤقته، بتستخدمها جوه البرنامج بتاعك بس عشان تشاور على المكان ده. يعني المكان ده مثلا فرضا اسمه واي بس جوه البروجرام بتاعك، بس في الحقيقه ما اسموش واي، ليه ادرس، ليه فيزيكال ادرس، الادرس بتاعه ده ثابت. زي ما كل لوكيشن، كل ميموري لوكيشن عندك ليه فيزيكال ادرس ثابت ما بيتغيرش. بس طبعا احنا لا يمكن نتعامل بالفيزيكال ادرسز دي لان هي طويله جدا وصعب ان احنا نحفظها، لا يمكن نتعامل بحاجه بالطريقه دي ماشي، ولاسباب تانية كتير. فاللي بنعمله ان احنا بنخلي البروجرام بتاعنا يدي للوكيشنز دي اسم احنا بنختاره عشان نتعامل مع اللوكيشن دي بشكل مؤقت عن طريق الاسم ده. طيب الفانكشن سكان اف لما بتحب تكتب حاجه هي بتتعامل مع الفيزيكال ادرس بتاع الميموري لوكيشن مش مع الاسم اللي انا مديهوله. فالحل انت محتاج اوبريتور يرجع لك الفيزيكال ادرس ده، وده اللي الادرس اوبريتور بيعمله. فالادرس اوبريتور اللي هو علامه الامبرساند اللي هي دي، لما بتلزقها قبل اسم فاريبل اوكي بتحول لك بدل اسم الفاريبل ده بيبقى فيه الفيزيكال ادرس بتاعه. فمثلا لو length underscore feet فرضا موجود في الادرس رقم فرضا يعني 85000 خلاص او 850000، ده اللي بيتحط هنا لما بتقوم حامل علامه الامبرساند. فامبرساند length underscore feet اوكي يعني هات لي الفيزيكال ادرس بتاع length underscore feet اوكي. بس فسكان اف تقدر تحط فيه القيمه اللي انت قريتها، قيمه الفلوت اللي انت قريتها ماشي. فاليوزر فرضا دخل لك 2 وداس انتر، خلاص الاثنين دي انت هتقراها لان هي فلوت، فهتقراها 2.0 وهتحطها في الفيزيكال الميموري لوكيشن اللي الفيزيكال ادرس بتاعه ده. طبعا انت ما كنتش عارفه، بس سكان اف عرفته ازاي؟ لما قمت حطيت لها الادرس اوبريتور قبل اسم الفاريبل، فكده عرفت الفيزيكال ادرس بتاع الفاريبل اللي انت بتتعامل معاه اللي هو length underscore feet. بس فتقوم فيقوم ده يحصل، الاثنين تتحط جوه الميموري لوكيشن ده ماشي اوكي. طيب بعد ما قرينا القيمه خلاص length underscore feet بقى فيها كام، بقى فيها 2. دلوقتي انا عايز احسب length underscore سنتيمتر، فمحتاجين يبقى عندنا بقى ايه equation او زي ما شايفين كده معادله اوكي. عشان نعمل معادله او اي بروسيس ثانيه عاده بنحتاج الايكوال ساين اللي هي بنسميها الاساينمنت اوبريتور. تو اساين سمثينج يعني بتحط قيمته في مكان تاني، عشان كده بنسميها اساينمنت اوبريتور خلاص. فليه بنسميها اساينمنت اوبريتور؟ عشان اي حاجه بتتحسب على الجزء اليمين ده الرايت هاند سايد بتتحط في الفاريبل اللي على الليفت هاند سايد. فانت عندك فاريبل لازم عشان الناحيه الشمال يبقى فيه فاريبل ايكوالز تو حاجه، قيمه او معادله او بروسيس او فانكشن اي حاجه اوكي. ده بيتحسب الاول وبعد كده الناتج بيتحط في الجزء الشمال في الفاريبل على الشمال اوكي. وفي النص عندك الاساينمنت اوبريتور. فمثلا اكزامبلز لو جيت قلت كده ميدل انيشال ايكوالز ار كابيتال، ده معناه ايه؟ ميدل انيشال ده فاريبل في الغالب هيكون كاركتر مثلا فرضا يعني اوكي، وهيتحط فيه القيمه ار، فده مكان في الميموري اوكي اسمه ميدل انيشال بيشيل في الغالب كاركتر وهيبقى جوه حرف الايه؟ الار الكابيتال. مثلا ايج ايكوالز 12، ايج ده ممكن يكون مثلا انتجر، فانت عندك لوكيشن في الميموري خلاص اسمه ايج اوف تايب انتجر هحط جوه كام؟ 12 اوكي. تاكس ايكوالز 3.7، تاكس ده ممكن يكون مثلا فلوت او ممكن يكون دبل ماشي، فعندك لوكيشن في الميموري خلاص اسمه تاكس هحط جواه 3.7، فبقى جواه 3.7 ماشي. x equals equation، equation دي بتتحسب طبعا، هنتكلم ازاي بنحسب ال equations في lectures قدام. الترتيب بعد ما كلها تتحسب right hand side هيتحط القيمة فين؟ في ال x. فعندك variable اسمه x of type مثلا whatever integer double float على حسب، وهيتحط فيه ناتج ال equation دي، فده اللي ال assignment operator بتعمله اوكي. فانا هنا عندي length underscore centimeter equals length underscore feet multiplied by دي multiplication خلاص 30.48. فايه اللي بيحصل؟ اوكي دي بنسميها assignment statement، statement كامله بتنتهي بسيمي كولون زي ما قلنا زي اي statement في السي.
ماشي، وده الاساينمنت اوبريتور. خلاص ده الاساينمنت اوبريتور. فايه اللي بيحصل؟ ده اللي بيتحسب الاول الرايت هاند سايد. فانت عندك لينث اندرسكور فيت، ده مكان في الميموري، في قيمه اه في قيمه، القيمه كام؟ 2. ماشي، ف هن ايفالويت الرايت هاند سايد بان احنا ناخد القيمه 2 بنعوض هنا وبنضرب 2 مالتبلايد باي 30.48، وبعدين هن اساين الناتج هنا، اساين الريزلت تو ذا ليفت سايد، عشان كده بنسميه اساينمنت اوبريتور، ودي كلها على بعض اسمها اساينمنت ستيتمنت. ماشي، بس بعد ما حطيته في الفاريبل ده فقيمته هتظهر فين؟ في المكان ده في الميموري. هيبقى عندك 60.96 اللي هو حاصل ضرب 30.48 باي 2. اوكي، طيب ايه البيزك اريثماتيك اوبريشنز؟ الاوبريشنز الماثيماتيكال اوبريشنز الاساسيه او الاريثماتيك اوبريشنز الاساسيه، طبعا في اوبريشنز ثانيه هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله قدام. البلس عشان تعمل اديشن، الماينس عشان تعمل سبستراكشن، الاسترسك اللي هي الشكل ده النجمه عشان تعمل مالتيبليكيشن، السلاش او الفورورد سلاش اللي هي مايله لقدام عشان تعمل ديفيجن، مش الباكورد سلاش اللي هي دي بنسميها باكورد سلاش زي باك سلاش ان، خلاص مش دي، لا الفورورد سلاش اللي مايله لقدام عشان تعمل ديفيجن، والبرسنتج عشان تعمل ريميندر اللي هو بنسميه الريميندر اللي هو باقي القسمة. اوكي، ده اللي هو المود على الكمبيوتر، المودولس باقي القسمة. يعني مثلا لو جيت قلت مثلا 7 مودولس 3 ايكوالز تو كام؟ 1، لان 7 7 على 3 ب 2، 2 في 3 ب 6 اوكي، والباقي كام؟ 1. ماشي، ف 7 يعني 7 على 3 ب 2 والباقي 1، فده باقي القسمة مودولس. ماشي، طيب طبعا كل الاريثماتيك اوبريتورز دي، اوبريتور يعني اي حاجه بتستخدمها عشان تعمل اوبريشن معينه، يعني البلس الماينس الاسترسك الفورورد سلاش البرسنتج الادرس اوبريتور اللي احنا خدناه اللي هو علامه الامبرسنت الايكوال اساينمنت اوبريتور، اي حاجه عشان تعمل بيها اوبريشن معينه بنسميها اوبريتور. الاوبريتور بيشتغل على الاوبرنز، الاوبرنز اللي هم الحاجات اللي بيشتغل عليها الاطراف بتاعته مثلا. فكل الاوبريتورز دي باينري اوبريتورز. احنا قلنا باينري يعني ثنائي، يعني يعني زي الباينري سيستم، زي الباينري لوجيك. كيف الباينري اوبريتورز؟ الاوبريتورز دي كلها باينري اوبريتورز، يعني يعني محتاجين تو اوبرنز، محتاجين طرفين عشان يشتغلوا. فمثلا اكس بلس واي ده باينري اوبريتور لانه بيحتاج اكس وبيحتاج واي، ما ينفعش تقول اكس بلس وتسكت، ما ينفعش تقول مثلا 7 بلس وتسكت، ملهاش معنى، لازم تقول 7 بلس مثلا 2. فانت محتاج طرفين تو اوبرنز، فالاوبريتور ده محتاج تو اوبرنز، ما ينفعش تقول مثلا اكس ماينس وتسكت، اكس ماينس كام؟ ماينس 5. فده باينري اوبريتور. ليه باينري؟ لانه بيحتاج تو اوبرنز، ده وده. ماشي، اكس على 3 تو اوبرنز، خلاص واي ملتبلايد باي 7 تو اوبرنز، عشان كده كلهم باينري اوبريتورز اللي هم بيحتاجوا تو اوبرنز. خلاص، الاوبريتورز اللي بتحتاج اوبرند واحد بنسميها يونري اوبريتور، زي مثلا علامه الامبرسنت اللي هي الادرس اوبريتور، او ساعات زي ما قلت لكم ساعات بيسموها ادرس اوف اوبريتور. ماشي، لانه بيشتغل على فاريبل واحد او على اوبرند واحد، زي مثلا علامه الامبرسنت واي، فانت كده كانك بتقول له هات لي الفيزيكال ادرس بتاع واي، فبيشتغل على فاريبل واحد، فعشان كده بنسميه يونري اوبريتور. اوكي، طيب فاحنا كده حسبنا خلاص الارينا من اليوزر length underscore feet، وحسبنا length underscore centimeters. ماشي، فاضل ان احنا نطبع results. طيب احنا اتكلمنا على printf الاسبوع اللي فات، وقلنا printf اللي هي اختصار لprint formatted عبارة عن function built in. خلاص احنا قلنا عندنا نوعين من انواع الfunctions، عندنا functions built in يعني جاهزة في الC خلاص، وعشان نستخدمها عادة بنعمل hash include لايبراري معينة او لهيدر فايل معين، ايا كان الهيدر فايل ده بيبقى حاجه دوت اتش عشان نعرف نستخدم الفانكشنز البيلت ان. وعندنا بقى يوزر ديفايند فانكشنز، خلاص يوزر ديفايند اوكي فانكشنز. فاليوزر ديفايند فانكشنز هي الفانكشنز اللي احنا بنكتبها بايدينا، زي المين، المين فانكشن خلاص احنا بنكتب الكود بتاعها بايدينا من جوه، فهي ايه؟ يوزر ديفايند مش بيلت ان. خلاص، طيب ف البرنت اف فانكشن بيلت ان زيها زي السكان اف، موجودين هما الاثنين فين؟ في ستاندرد انبوت او بوت دوت اتش. برنت اف بتبعت لها سترينج بيبدا وبينتهي بدبل كوت، وهي بتطبعه زي ما هو، فهلو هيطبع زي ما هو. طبعا لو انت حطيت اي حاجه ليها علاقه بالفورمات زي باك سلاش ان او باك سلاش تي بتاع التاب، باك سلاش ان زي ما قلنا نيو لاين، باك سلاش تي زي ما قلنا تاب،
خلاص دي كلها بتظبط الفورمات فما بتطبعش بس بتأثر في شكل الفورمات نفسه. خلاص print f this program converts a length in feet into centimeters. ده ايه؟ جملة هتطبع زي ما هي. Please enter the length in feet. جملة هتطبع زي ما هي. ماشي؟ Thank you. جملة هتطبع زي ما هي. كل مرة البرنامج بيرن الجملة دي هتطبع زي ما هي. بس الجملة دي اللي هي the equivalent length in centimeters is قيمة دي مش هتطبع كل مرة زي ما هي لأن القيمة دي بتتغير كل مرة. يعني أنت أنا بقول له the equivalent length in centimeters is والناتج اللي هنا، الناتج ده بيعتمد على إيه؟ على القيمة اللي أنت قريتها من اليوزر. لو اليوزر دخل لك واحد هنا هيبقى المفروض تطبع له 30.48. لو اليوزر دخل لك اتنين هتطبع له مش عارف 60 بوينت مش عارف 988 القيمه اللي احنا طلعناها. لو طلعت له ثلاثه لو دخلت لو اليوزر دخل ثلاثه القيمه بتتغير. فكل مره القيمه اللي بتطبع هنا بتتغير فالسترنج ده مش ثابت. فما ينفعش اكتب القيمه بايدي ضمن السترنج لان هي كانت هتطبع زي ما هي. طب الحل بنقوم جايين على المكان ايا كان المكان فين في الجمله اللي انت اللي هيبقى فيه متغير او قيمه بتتغير بنقوم حاطين الفورمات سبيسيفاير زي ما انا عامل كده على حسب انت هتطبع ايه. هتطبع فلوت بتحط برسنتج اف، هتطبع انتجر بتحط برسنتج دي، هتطبع دبل بتحط برسنتج كانت ال اف اوكي، هتطبع كاركتر بتحط برسنتج سي. ماشي على حسب اللي انت هتطبعه. طب وبعدين القيمه بقى اللي هتتحط مكان الفورمات سبيسيفاير دي اجيبها منين؟ بتقوم بدل ما بتقفل الجمله بدل ما بتقفل البرنت اف كده ببراكتس وسيمي كولون لا بتقوم حاطط كوما وتحط اسم فاريبل. فهو بيقوم واخد القيمه اللي في الفاريبل اللي انت حسبتها وبيحطها مكان البرسنتج اف وبيطبع الجمله زي ما هي ما بين الدبل كوتس. اوكي؟ فلو هنا عندك فرضا عندك 50 هيقوم طابع the equivalent length in centimeters is 50. فمره ثانيه بترن البرنامج والناتج كان 150 هيقول لك the equivalent length in centimeters is 150. خلاص؟ فبيطبع لك القيمه اللي موجوده دلوقتي فين؟ في الفاريبل ده. طبعا الفاريبل ده مكان في الميموري. بس فبياخد القيمة من المكان ده في الميموري بيحطها هنا وبيطبع السترينج زي ما هو. اوكي ودي الطريقة اللي بنطبع بيها الفاليوز المختلفة بتاعت الفاريبلز بتاعتنا في البروجرامز بتاعتنا في السي. اوكي؟ ماشي فانت length underscore centimeter equals مثلا length underscore feet multiplied by value. ماشي؟ length underscore feet مثلا بيساوي 2 هتضرب ده في ده وتحطه هنا فهنا بقى عندك 60 point something خلاص 98 حاجه زي كده. ماشي دي بقت موجوده هنا ف the length in centimeters is الفاليو دي هجيبها منين؟ من length underscore centimeter اللي هي الفاليو دي. هياخد الفاليو من هنا ويحطها هنا ويطبع. ممكن لو حابين بدل ما تعمل الكلام ده على سطرين على تو ستيتمنتس تعملها في ستيتمنت واحده بس بانك بتحط المعادله نفسها جوه البرنت اف. اوكي فهنا برنت اف the length in centimeters is percentage f عادي float وقمت حاطط المعادله. فالمعادله هتتحسب هيقوم ضارب ال2 اللي احنا قريناها من اليوزر او اي قيمه قريناها من اليوزر في الفاليو دي والناتج هيتحط هنا ويتطبع على طول. فانت عملت اختصرتها كلها في معادله واحده او في ستيتمنت واحده. اوكي طيب وات از ذا ديفرنس ان terms اوف variables اند ميموري؟ الفرق في الفاريبلز بتاعتنا وفي الميموري بتاعنا ما بين ده وبين ده ايه اللي انا مش محتاجه؟ لو خدتوا بالكم دلوقتي ما بقتش محتاج ايه الفاريبل ده length underscore centimeters. اوكي فانا مش محتاجه خلاص لان انا عملت المعادله كلها هنا فانا مش محتاج ده احتفظ بيه في القيمه بتاعتي احتفظ فيه محاسب الضرب زي ما انا كنت عامل هنا. ماشي وبالتالي بدل ما البروجرام كان بيتكتب بالطريقه دي بدل ما احنا معرفين لينث اندر سكور سنتيمتر وبنستخدمه هنا عشان نحتفظ بالقيمه مؤقتا وبعدين بنطبعها لا ممكن نكتب البرنامج بالطريقه دي بتعرف لينث اندر سكور فيت بس. اوكي وبتعمل بتكونفيرت من فيت لسنتيمترز وبتعمل ديسبلاي وبتعرض في جمله واحده بس. length underscore feet multiplied by القيمه بتتحط هنا وبتطبع على طول. بس وما بقتش محتاج في الميموري انك تبقى معرف length underscore centimeter اصلا ده كله مش محتاجينه خلاص. هو بتعرف variable واحد بس وتقرا فيه القيمه بتاعتك من اليوزر. ماشي؟ فدي الطريقه الثانيه تكتب بيها لنفس البروجرام. طبعا تكتب البروجرام ده امتى لو انت بتكتب الطريقه دي امتى لو انت مش محتاج القيمه دي قدام يعني انت خلاص بتقرا قيمه من اليوزر وبتضربها هنا خلاص وبتعرضها لليوزر على طول مش محتاج تحتفظ بيها مش هتعمل بيها حاجه تانية قدام مش محتاجها تاني بعد كده خلاص مش محتاج انك تحطها في فاريبل. لو انت هتحتاجها قدام لاي سبب لا عرف فاريبل زي ما كنا عاملين وحط فيها حاصل الضرب عشان انت هتعمل بيه حاجه تانية قدام عشان انت محتاج تحتفظ بيه لاي سبب تاني قدام. اوكي طيب ففي النهاية
بعد ما بنرن البروجرام بتاعنا زي ما وريتكم في الاول خالص، ده المفروض يكون الاوتبوت. هلو، this program converts a length in feet into centimeters. بنطبعهم ببرنت اف، بعد كده بنطبع له. أنا طبعا هنا قلت له البروجرام بيعمل ايه، بعد كده طلعت له جمله قلت له please enter the length in feet، لو سمحت دخل لي اللينث ان فيت. خلاص اليوزر دخل لي 2 وداس انتر، ماشي. بعدين طلعت له جمله بقول له the equivalent length in centimeters is، حصل الضرب. وفي الاخر thank you. زي ما قلت لكم ده بنسميه prompt messages. خلاص طب كلهم ما عدا دي بنسميها برومبت مسجز، بنستخدمها عشان نقول لليوزر معلومات البروجرام بيعمل ايه او ايه اللي مطلوب منه او ايه الريزلتس اللي انا بظهرها له، ماشي. بس اند ذاتس ات، احنا كده فهمنا البروجرام، فهمنا ازاي نتعامل مع فاريبلز، ازاي نعرف الفاريبلز، الفاريبلز بتشتغل ازاي، الداتا تايبس المختلفه، ازاي بنقرا قيمه في فاريبل، ازاي بنطبع قيمه من فاريبل، يعني ايه برومبت مسج، اوكي، يعني ايه فورمات سبيسيفاير. خلاص ازاي بنعمل اريثماتيك اوبريشنز اساسيه، ازاي بنستخدم الاساينمنت اوبريتور اللي هو الايكوال. فدي كلها الحاجات الاساسيه اللي احنا تاهلنا ان احنا نبدا نكتب بروجرامز صغيره، ماشي. طيب بس اند ذاتس ات، فدي مجموعه من الاكسرسايزز هتكفر جزء من الحاجات اللي اتعلمناها. ف وات از ا كونفرجن فورمات او فورمات سبيسيفاير، اوكي، اكتب الالجوريثم باستخدام السودو كود وعبر عنه جرافيكلي باستخدام الفلو شارت، وفاينلي اكتب السي بروجرام اللي بيعبر عنهم علشان تعمل التالي: convert a temperature in Celsius to Fahrenheit according to the formula F اللي هي temperature in Fahrenheit equals 1.8 multiplied by C اللي هي temperature in Celsius plus 32. اوكي، فاكتب السودو كود، ارسم الفلو شارت، واكتب السي بروجرام. بروجرام بي برومبت ذا يوزر، خلاص، او بيطلب من اليوزر انه يدخل 5 integers، يعني يدخل 5 integer values. Okay. The program should then print. المفروض البروجرام بقى يطبع بعد ما قرا من اليوزر خمسة integer values. The sum of these integers، مجموعهم. The average of these integers، المتوسط بتاعهم. The sum of the squares of these integers، فكل integer من ده بتجيب له السكوير بتاعه، يعني to the power of 2، وبتجمعهم. The sum of the cubes of these integers، يعني كل integer بتجيب الكيوب بتاعه اللي هو to the power of 3 أو بتضربه في نفسه 3 مرات وبتجمع الكيوبز دي، وبعد كده بتعرض المجموع. اوكي، بس اند ذاتس ات فور توداي. دي مجموعه من ال دي اتنين ارتكلز بيتكلموا بديتيلز اكتر وباكزامبلز اكتر على الداتا تايبس بتاعت السي والانبوت اوتبوت في السي باستخدام السكان اف فانكشن والبرنت اف فانكشن. اوكي، بس اند ذاتس ات فور توداي. اشوفكم ان شاء الله في السكشن اللي جاي، سكشن 4.3 اللي هنتكلم فيه على الكونستنت فاريبلز. اوكي، بس اتمنى انكم تكونوا فهمتوا اللي احنا قلناه، وشكرا.